يا احبايب قلبي، اتمنى قبل ما يبدا المقطع تكتب لي تعليق حلو وتدوس لايك وتشترك بالقناه وشوف المقطع الاخير، لان المقطع كلش نار. بعد دراجتي وعدلت على دراجتي وعدلت على المحل، ما يدحرق عليكم المقطع، كمل المقطع الاخير. السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم مقطع جديد وفلوق جديد. طبعا حبايب قلبي، قبل بدايه المقطع اتمنى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وحساباتي والفيسبوك والانستغرام، تطلع لكم ايش تحتاجوا راسلوني، وخليكم ويا المقطع. طبعا هواي ناس بهذاك المقطع خافت وعلقت على المقطع، يعني قلت لهم ان شاء الله ترسبون اذا ما تحلقون. طبعا والله شاق وياكم. طبعا المقطع ذاك صعد لايكات تعليقات وهواي ناس دعت لي، رحم الله والديكم ومشكورين، والله يحفظكم والله يحفظ ابهاتكم والله يحفظ امهاتكم على هذه دعواتكم الحلوه اللي صارت الي. كافي هواي دوختكم. هسه حبايب قلبي راح نشغل الدراجه، راح نشغلها وراح نتوكل للمحل. طبعا صارت تعديلات حلوه بالمحل الجديد مالتي. طبعا اللي ما يعرف محلي فتحت محل جديد، اللي ما يعرف ما شافه يروح يشوف الجزء الاول ويجي على هذا الجزء الثاني. طبعا صارت تعديلات على المحل، خليت جلوبات، خليت يعني جبت دراجات جديد، فراح اروح اسال المحل وراويكم كل شيء بالتفصيل. طيب انا فوق فوق ابو حسن وعادي، حسن وعادي عجب ما تجيبهم حسن عجيب. ايوه حسن شويه هذا كافي عادي، يعني يبيعون العادي ب 2000 والمحسن بالثلاثة. اقول لهم نصوا الاسعار ما ينصوا. ليش؟ مشكور رحم الله والديك. لا ما طلعك، ما طلع وجهك فل. تسلم، هذا الرجال معدل. اي واحد يريد بنزين مو المحل الثالث هذا. وين تشمبر؟ هذا من هنا حسيت المصطفى تجي تلقى تشمبر هنا، ما يقصر وياك، يعني يبيع لك البنزين محسن ابو ال 2000 يبيع لك اياه ب 1000. طبعا حبايب انت فولت بنزين، انه حتى مو فول. ترى ابو نهار النوب ما فول من البنزين، عاجز افول كله من الشارع. بس خلينا ننطلق للمحل واروح ارتب دراجتي واراويكم المحل، خليكم ويا المقطع. شوفوه اشطاقها هاي الليطه، شوفوا لازم من هنا يصير نفسها، شوفوا الليطه بس طاقه ما ادري شلون طاقه. يلا هسه اسوي بسيليكون، تعال ارتب بسيليكون. ها شوف شلون هاي، لا انا طاقه شلون هاي، بس شلون هاي صراحه ارتب لي اهل الصيف، رحمه على والديك. شوف انا حبايب كملت الدرايل الحين لحمت هذا من هنا، شوف صار فول. طبعا ما قصر لك، هسه نشده هنا عندي نقص كلبسات، عندي دواعي كلبسات، اذن كلبسات من عندي نقص. والله انت انا اعطيت كلبسات وانا ما كنت مطلع. طبعا حبايب مثل ما تشوفون هسه جاي نسوي لي كلبسات حاليا، كفر كملتها بيها بيها، بس فقط نشد الدراجة صارت لوس هسه على التمام. شوفون حبايب، شوف والله مو غاسلة ولا ماسحة، كلها بالتراب. طبعا مثل ما شفت حبايب هذا اخر تعديلات اللي صارت بالمحل، وجاي ارتب بيه لان شوي المحل اخذناه بين قوسين خيش، اخذناه جاي ارتب بيه قلوبات وصبوغ وما صبوغ، شوفوا كلها جاي نصبغ فيه جاي ارتب فيه. بس نكمل المحل بعدين نجيب الدراجات اللي بالبيت مرتضى ونجيبن المحل، وان شاء الله قلت لكم شهر شهر ثلاث اشهر احنا جايبين حاويه وقاصيه ومرتبيها وبايعيها. شايف برفع لا لا انا ضبط. خلصت الدراجه مثل ما شفتوه، كبر صلحته، هاي سويته وقالت لي بس اليده، يده ما عندهم، لازم اروح الكفاح اجيب لي يده. لا انا ما اقدر، ما مفسخين، قادر اغسل اليوم اغسله.
وهذول الدراجات تجدد. طبعا حبايب قلبي كل يدري انا بعد هاي الدراجة صديقي رضا فما عجبته هاي الدراجة صايق كل يدري بعد هاي الدراجة صديقي رضا فما رادها قال شو مو حلو بالسياقة فقال لي اريد ابدله فاخذ بدالها عدله زي ما تشوفون هذاك المقطع بعته اللي ما يدري يروح لهذاك المقطع يشوف الجزء الاول انباعت له رجعتها له واخذ عدله يقول سياقته مو حلوه فقال لي اريد عدله هو اللي مضلع شويه ما يقول يعني مو رزنه بالمشي ما يقول ما متعلم له فاخذ بدال هاي العدله شغله بس برايك تشوفون اخذ هاي العدله بدال المضلع لا يراد لها ضبه سلام صغير دراجة حلوه وبلاديه وكتبوا له بالتعليقات والله انا قلت له المضلع احسن من العدله بس هو ما اقتنع قال لي المضلع مو حلوه فكتبوا له بالتعليقات شنو رايكم يا ولا احلى هاي المضلع القديمه اللي هو العدله الجديده اللي اخذها هذيك طبعا حتى ما طلع بيها راح للبيت ثاني يوم اجانا الصبح قال اريد ارجعها قلت لك ليش عود رجعتها؟ ليش ما اخذت العدله؟ العدله عود ليش اخذت العدله واخذت المضلع؟ العدله بوشه 55 بوشه العدله اقوى 55 بوشتها؟ والمضلع ايش بيه؟ والله ما بيش بلاديه انا عجبتني بوشه 55 اخذ العدله لان بوشتها 55 وبلاديه وشرعتها قويه ومعدل ورجع المضلع لان بلاديه ويقول هم يعني مو رزنه بالمشي مو نفس العدله فانتوا كتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم بهذا الشيء يا ولا احسن العدل ولا المضلع طبعا حبايب مثل ما تشوفون صورنا لكم كل شيء وانتظرونا قريبا بس نجيب الدراجات اللي بالبيت طلعت لنا تقريبا بال 40 درجه بس والله شباب ماكو مو مكان العفو ماكو مجال لان جاي نرتب المحل نشوف جروبات وبعد لنا رمبات وجاي نجيب اضاءه وهنا بيبان فشويه مشغولين بالمحل نكمل المحل وبعدين نجيب الدراجات وبالنسبه للاقساط هواي ناس قالوا لنا نريد اقساط اللي يريد قسط يراسلني واي دراجه يبدا منها انا اشتريها منه وابيعها له قسط يعني اعطيه اياه قسط يعني اللي يفتهم تفاصيل يراسلني بالانستا او بالفيس او يخابرني عن رقم الجوا حتى فهمه الدراجه اللي ذاك اليوم اشتريتها المهند راح ابيعها للولي جماعه المتابعين مثل ما تشوفون هاي فلوس الدراجه مو يدي خطيه المهند لا بالخدمه هذا مثل ما تشوفون حبايب هاي دراجتنا دراجة القديمه شايفين كل الخير مثل ما تشوفون دراجه حلوه ليمونيه راحت طبعا باحه لان مل من البوليس يريد عدله فهو البوليس يقول ناصيه فقال راح ابيعها واشتري عدله شايف كل الخير والله والديك بس هذا مو باطل هذا حقيقيات شايف كل الخير متابعينا من كربلاء على راس اجونا بالتكتك يا اخي جابكم من كربلاء على مود دراجه والله وديك متابعينا من كربلاء اخذوا الدراجه شايفين كل الخير انا ضايق عشان خمسينات خطوه شوف حبايب دراجتي القديمه اللي نزلتها تذكروها قبل شهر بعتها المهند مهند ميل قال ما اريد بوليسي اريد عدله شايفين كل الخير متابعينا شايفين كل الخير اخوتي متابعينا من كربلاء يلا عين الله وياكم شايفين بالخير توصلون كربلاء بالسلامة الله وياكم توصلون كربلاء بالسلامة الله وياكم بالسلامة شايفين كل الخير متابعينا من كربلاء يا اخي ليش يا اخي يريد يبيعها البوليس يقول لي ناصي اريد اشتري عدله يا اخي يا مال عدله بوليس وهاي يلا شايفين كل الخير يوصلون بالسلامة طيب والله خلنا نشوف الفلوس شوي بس ما نشوف الفلوس ها
خمسينات حجي، كله خمسينات، كله خمسينات. شوف شوف شوف، شايف كل الخير. ما بين راح اجيب عدله. انتظرونا بالجديد، راح نشتري له دراجه عدله باكر ان شاء الله. باكر نزل الرامبا واشتري له دراجه عدله. يقول للبوليس ناصي، وين اكو بوليس هسه؟ شوف ما تقعد حلو. وبس حبايب قلبي، اتمنى عجبكم المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعلون زر الجرس وحسابات هنا تطلعكم ايش تحتاج راستوني. بس حبايب انتظرونا بالفلوق الجديد من اشتري دراجة المهند. اشوفكم خير، في مال الله.